السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنت طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر وأخرى موالية لعدة غارات جوية على محوري وسط البلاد والصابري صباح اليوم الجمعة. مصدر من المنطقة قال لقناة التناصح أن طائرات الميغ والطائرات الأجنبية استهدفت عدة مبان بالمنطقة بشكل عشوائي، مؤكدا عدم استهداف الطيران لتمركزات مجلس شورى ثوار بنغازي. أشار المصدر إلى أن طيران الرصد والتجسس الأجنبي يحلق بشكل مكثف فوق مناطق محور وسط البلاد والصابري. قال عضو مجلس حكماء وعيان قبيلة التبو محمد صندو إن الهدنة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان لا زالت مستمرة، مؤكدا أن الوضع في مدينة سبا مستقر جدا. صندو في تصريح صحفي له أضاف أن الحركة في سبا عادت إلى طبيعتها، نافيا في الوقت ذاته وجود أي اختراقات، مؤكدا تواصل اللجان للمصالحة بشكل مستمر لصنع سلام دائم بين القبيلتين. وصل مجرم الحرب حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة غير معلنة بحسب ما نقلته مصادر صحفية عن دبلوماسي مصري. بحسب ما تتناقله الصحف والمصادر الإعلامية فإن مجرم الحرب سيقابل كبار المسؤولين المصريين في زيارته، ورجحت المصادر أن يلتقي مجرم الحرب حفتر في زيارته مسؤولين دوليين بينهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. بدوره نشد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي كافة الأطراف الليبية المتنازعة للجلوس على طاولة حوار للوصول لتسوية سياسية. السلمي في كلمة له ألقاها أمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، أضاف أن لابد للأطراف الليبية أن تحافظ على وحدة ليبيا وتضمن سلامة أراضيها. ورحب الدكتور مشعل السلمي بالجهود العربية والجهود التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة الليبية. مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، إلى هنا ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.